الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. تفسير رؤية اسم إسرافيل في المنام. تشير رؤية إسرافيل في المنام وهو ينفخ في الصور والله أعلم دليل على موت الرائي والله أعلم. تدل رؤية إسرافيل عليه السلام وهو ينفخ في الصور ويسمعه الناس جميعا في المنام دليل على انتشار العدل في هذا المكان بعد انتشار الظلم والطغيان فيه. سماع الناس جميعا نفخ إسرافيل في المنام تحذير من فاجعة موت كثير من الناس تحدث في هذا المكان والله أعلم. رؤية الملائكة الكرام الكاتبين في المنام والله أعلم علامة على نيل الرأي السرور والفرح في الدنيا والآخرة. عندما يرى الشخص الصالح الملائكة الكرام الكاتبين في المنام فإنها بشرى حسنة بحسن الخاتمة له والله أعلم. رؤية جبريل عليه السلام في المنام يعطي الفاكهة للرأي دليل أنه شخص صالح وأنه سينال الجنة في الآخرة إن شاء الله. رؤية العداء أو مجادلة جبريل عليه السلام في المنام دليل على ارتكاب للمعاصي والذنوب التي تتواجب عقاب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.